يا جماعه الفكره اللي كنت عاملها لكم النهارده هجيب لغاز اللعبه عشان عيد ميلادها قرب خلاص في بكره. تعالوا تشوفوا انا هختار لغاز ايه. بصي انا هو في بصراحه اول ما جيت كده كذا لعبه عجبتني منهم اللعبه دي حلوه السنه ده هي غزه بتحب الكيشات دي اول حاجه. برده عجبني لعبه السوبر ماركت دي برده بتحبها. لا بس كانك سوبر ماركت تحط حاجات مش كتير او كده وتحط حاجات كده وتجيب كام كده. عايزه برده اجربها بتحبها لا تختاروا انتوا. وبرده في الطياره دي اللي انت تركب ناس فيها وتطير بقى بجد وكده دي برده عجبتني. ولعبه المطبخ دي مش عارفه انا مشتاره بجد يا جماعه مش عارفه اجيبها ايه. انتوا قولوا في التعليقات شوفوا احسن حاجه عشان اجيبها الغدا. برضه اللعبه دي مش وحشه يعني ان انت هتاكل جري وتقعد على كرسي كده. واللعبه دي حلوه برضه انت كانك تقول اسنان كده تشوف على اسنانك. بص عجبني قوي دي كمان. شوف يا سلمى نزلها سلمى وامشي معاها سلمى نزليها وامشي معاها. وفي لعبه خلاط أمنية. نفسي صلاح احسن. ايه دي بقى؟ ايه دي بقى؟ بس لعبة خلاط تحط المود هنا ويعمل ده بجد بقى ده؟ يعمل صوت بجد؟ لا يا عم. بس مش عارفة أكتر إيه صراحة. بس في لعبة تانية؟ نفسي كده. لعبة الملاية. فين؟ عجباني أوي. أه حلوة بتاعت المكياج دي أوي خلي بالك. ملاية ملاية. الملاية بتاعت المكياج. ما فيها أهي؟ بصي تعالي يا امنيه بصي هنا كده بصي ماشي اديها له ماشي. لا يا مش كده بصي خش على الخش اللي جنبنا هنا بصوا لا هنا بيبي هات يا امنيه صح؟ لا عادي 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 ربنا يخليك يا ان شاء الله خير تقبل الله. الترامبولين يا جماعه على غزه كانت جايباه بالظبط لقيته اهو مش عارفين مش هجيبه ولا تاني. بص اه حلو بص ده انت عارفه حلو اكتر لا بص ده ده ايه ده؟ دي ترسم رسمه وتيجي كده على الرسمه يمسحها. انت بتاع بيبيهات صح؟ لا بس حلو اخش الشاي اللي قاعد يخش قدام قدام ناحيه ثانيه خش ناحيه ثانيه. انت عايز نزلنا ايه لعب وانت لعب قد كده. قابلنا فيروز يا جماعه ازيك يا يوزا. بس انت بتحب بس الحاجات دي. وبرده عاجبني الجيتار ده عاجبني ده اللي خلاص كده جبت لها اللعبه حلو برده. قولي هو غزة تلبس. هو غزة تلبس. طيب روزة عايزة تجيب دي الغزة. لا يا حبيبتي انا جبت لها امبارح. هجيب ايه يا جماعة؟ برضه في دي؟ روزة عامل حاجات بال وانا قاعدة اجيب الايس كريم دي. اه اكتر حاجة حلوة عجبتك ايه؟ تعال بص في الناحية التانية تاني. الناحية التانية في حاجات مميزة عندي. دي لسه جايباها ممكن اجيب. خش يلا فيروز 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 اديها لها. طب اديها لها. لا خلاص لا يلا يوزا خلاص روح لمامتك. فين انت جميله قوي صح؟ عجبني قوي قوي لعبه الطياره بجد. لعبة مختلفة جدا. طيارة حلوة قوي تحط فيها كذا حاجة. دي ما بحط في ايدي عبارة عن ايدي. نزلت دي نزلت. مكياجات. مكياجات. طيارة مكياجات.
جميله قوي دي. يلا الله سيبها لها سيبها لها سيبها لها عادي. خد واحده سيبها لها خد واحده يا احمد يا احمد. مش هي احلى ثانيه كده؟ لا هي 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 هي. بس بس كده ماشي. نزلي دي كمان ماشي. بس كده هتاخدي بقى اختاري من اي اتنين من دول. شوفي هتختاري انه اتنين. انت جايبي اتنين اهو. انت جيبيهم انت كلاين. يا صالح خدي صالح. صالح طبعا مشكلة. صالح لا والمضحكة انت كده بتخلص بقى. ادي جايبي امنية طبعا قاعد عشان تشوف. بصي ثانية اقول عمو استنى اجيبه لك. طيارة حلوة. اه. بكياشات جميلة قوي هتفرح بيها قوي. دي حلوة. دي اللي جميلة بكياشات دي. دي عبارة عن ايه بقى يا أمنية؟ هي عجبتني جدا أول ما شفتها بصراحة. أهي يا جماعة احنا الكيسات جميلة. عامل جميلة جميلة. استنى استنى. هي عجبتني كده وتوك كمان. جميلة بجد ونظيفة. بتفتح ازاي بقى؟ المراية ازاي وكده؟ استنى اوريها لك هو يا أمنية كده. حلوة ها؟ بس ما فيهاش مكياج دي ولا ايه؟ ايه ده ما فيهاش مكياج هي؟ دي ما فيهاش مكياج صح؟ لا ده كده وكده يعني. ما ده فيها ايه؟ دي المرايه اللي بتركب فيها. اه بس كده. ما عجبنيش خلاص. لا بقى ايه اقفلها بقى اقفلها خلاص. شفتيها انت يا منى صح؟ ولا بايخه. هما بقى يختاروا ولا لهم يختاروا ايه؟ ماشي يا جماعه اختاروا بقى عشان اخترت اللعبه. واللعبه دي برضه. بص يا جماعة أنا اخترت لعبة. بص يا جماعة أنا اخترت لعبة دلوقتي. قلت اختار لعبة تانية عشان الميني اللي فات ما جبتلهاش حاجة. هشوف دلوقتي هجيب لها لعبة ايه تاني من هنا. بس مش عارفة جبت ايه من المحل التاني. بص بقى هو أنا عجباني هي كان نفسها في لعبة مكياج يا جماعة. أنا عجباني ده. لا أنا عايزة عجبني ده في حاجة تانية. بس هو بيقول لي ده مش طبي هيعمل لها حاجات في وشها كده. عيني شايفه الاحلى. بس ايه بص انا عاجبني ده يا جماعه. بس انا عاجبني ده اكتر. لو تبي يبقى احسن. انا اجيب لها تب. فتبي خلاص. وفيها توكه كده تحط في الشعر كده حاجه. ايه رايك في النضاره دي؟ ايوه. بص يا سيدي بص يا جماعه بص اجيب كذا واحده. بس ممكن بيج دي مثلا. في كذا واحده. ده ولا دي؟ مش عاوزاها دي؟ انا احسن لي احسن. ولا في احلى من دي؟ لا لا بصي يا امنية لفي لفي كده. خدي الموف دي كده امنية. اسيها كده. يلا وريني كده. وريني يا منى. مش عارف تلبسيها. لا مش حلوة طبعا. طب ايه دي؟ لا لف كده لف اللسان لفي لفي. لف ده لف لف العمود ده يا امنيه. ايوه كده لفيه كمان. ما بقول لك لفيه. اه دي جميله قوي دي. دي اشك كتير. وين يا منو؟ جميله قوي. ولا دي؟ اه اسيا البنك اسيا الاثنين حلوين. اس دي واس دي. وين كان؟ وين كان أمنية؟ تاني أحسن. الله الموف دي أحسن. دي 15 برضه؟ يلا البسيها كده. شوف هتقدر تعيش كأنك صاير نضارة كده ماشي. البسيها كده وبعد كده نعملوها. كده بقى هنسيب الغزل ولا إيه؟ يلا
قولوا لهم بقى يا جدعان، يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعه، يا رب الفيديو عجبكم، وكل حاجه كمان تكون عليه.